السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضلي. ربنا يديك طول العمر والصحة. في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم امين. بصي سعادتك، انا وانا بصلي بثبت ايات معينة، مثلا في سورة في الضحى بصلي بالضحى، في العصر بصلي بالعصر، مثلا السنة بتاع الفجر قل يا ايها الكافرين وقل والله احد، هل ده يجوز ولا لازم اغير؟ سنة الفجر لا بأس، اقرأي بصورة الكافرون وقل والله أحد، بس مش سورة الكافرين بقى، سورة الكافرون خلاص. أيوه. الحاجة الثانية لا تفعلي كده، لا تصلي في العصر بصورة العصر يوميا يوميا النواعي. طب سورة الظهر أصلي بصورة إيه بقى؟ لا يعني دي يعني الظهر أصلي والعشاء أصلي بصورة العشاء، ولا ما فيش سورة عشاء ولا سورة الظهر؟ لا يعني مثلا في سنة العشاء بصلي بالأعلى وقول يا أيها الكافرين. ماشي، لكن أقصد ما تثبتيش كل يوم أنك تقرأ في صلاة العصر بصورة العصر. طيب ماشي. ولا في سورة الضحى بصورة الضحى، ولا في صلاة الضحى بصورة الضحى يوميا. نواعي يا والدة.